لكم اخوات اليوم كما راكم تشوفوا العسل 100% ناجح، وطريقه بسيطه ما نخلي السكر يدوبلي ولي كراميل كما كنا زمان حتى يتكرمل وكايتيك. انا حندير بارد في بارد نحضروا قدامكم وتشوفوا، وما يتسكر يقعد لك عام كامل. هنا في الكوكوطه انا تكون طنجره ولا كوكوطه كما راكم تشوفوا، هنا كيلو تاع السكر، عندي كاس تاع ماء 240 ملي هكذا، زوج مغارف تاع قارص، نحركو شويه. هاولي كيما راكو تشوفو درت الماء ودرت القارص، ما ياخذ لا جهد لا والو، نحركو غير شويه. هاوليك نحركو غير شويه كيما راكو تشوفو، نحطو فوق النار، تبعوني برك هذه المرحله، نحطو فوق النار يبدا يغلي ونتحصل على اللون اللي راكي حباتو نتيا، حبيتيه كلير حبيتيه فونسي غامق نتي واش راكي حابه. المهم انا نلحق لك الفكره وباقي تدبري راسك. دوك نحطو على نار متوسطه هكذايا، نقصلها هكذا نار متوسطه. دوك انا زدت للنار، دوك غير يبدا يغلي لي، بعد ما يغلي نقص للنار ومتوسطه، ماشي قاويه وماشي قليله كما وريت لكم، النار متوسطه كل وحده والكويزينيير تاعها، نتحصل على اللون كما قلت لكم، حبيتيه غامق حبيتيه فاتح. دوك انا كي نلحق المرحله اللي راني حبتها نوريكم باش نكملوا له. هاوليك في هذه المرحله، هاوليك في هذه المرحله كيما راكم تشوفوا يبدا هكذا يغلي. دوك انا هكذا نخليه هكذا يغلي حتى نتحصل على اللون اللي انا حباته، حبيته غامق حبيته فاتح. دوك في هذه المرحله كيما يلحق هذا الغليان ابدا يعسي فيه. وفي الجهه واحده اخرى نكون عندي كاس ونص، هاوليك كاس ونص تاع ماء انا سخنته، ولا خفتي يطير لك السكر ولا. دوك تشوفي المرحله اللي حنديرها، هاوليك كيما راكو تشوفو بدا اللون تاعو يتغير، لازم تكون المطبخ تاعك يكون فيه الضو باش تلاحظي اللون تاعك اللي كي حابه تحصل عليه. هاوليك بدا يصفر لي ياخذ اللون الذهبي. دوك في هذه المرحله انت نقصي له قايتك باش تشوفي، باسكو هذه المرحله حساسه بزاف، ونحيه دوك هاتيك دوك نقص له هكذا باش نشوف العسل اللي راني نحوس عليه انا لا كولور. هاوليك شوك شوي يتغير، انا نزيد له شويه برك، ناجح مليون في المئة، ما يتسكر ما والو وما ياخذش وقت. تحبي تغطيه غطيه بتبسي ولا شوفي او تغير اللون تاعو. في هذه المرحله انا واش ندير، نطفي عليه النار هكذا، مانيش حباته غامق بزاف، وقد ما يكون ملاحظه قد ما يكون كلير يجي شويه خفيف، وقد ما كيما نقولوا قد ما يغلي او يزيد يعقد لك. في هذه المرحله هكذا كيما راكم تشوفوا نقصت السخانه، هاوليك شوفوا لا كولور تاعو اللي نحبها نحوس عليها هذه هي. دوك في هذه المرحله عندي كاس ونص تاع الماء انا نديرو سخون، ويلا خفتي ديريه بارد، ولازم هكذا تنقص شويه الحراره تاعو. ما تخافيش دوك هنا نزيد نعاود نشعل النار، يغلي لي غليه ونطفي عليه ويكون واجد. دوك انا نخليه يغلي لي غليه هكذا كيما راكم تشوفوا، علاش نديرو ما سخون باش يدوبي فيه السكر ما يتكتلكش. شوفي ها ما تحجر لي السكر ما والو، وناجح كيما قلت لكم مليون بالمئة. عسلي به واش حبيتي تكشوي لي ما ولا. دوك انا نخليه يغلي لي غليه ولا زوج ونطفي عليه وحتى يبرد لي باش نوريكم القوام تاعو. هاولي دوك نخليه هنا يبرد تماما ونوريه لكم ان شاء الله. دوك هكذا راه خفيف حتى يبرد، قد ما يبرد يعقد. هاو العسل تاعي بعد ما برد لي تماما كيما راكم تشوفوا كيفاش ثقيل،
ناجح 100%. نتمنى ان شاء الله تجربوه، يجي ما شاء الله في الذوق وفي اللون تاعو كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم لا كولور ترجع لكم نتوما واش راكم حابين، لا كولور غامق عليه ولا فاتح عليه ولا كما هذا او ليك ثقيل، يجي ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوه، هاوليك نفسه ان شاء الله تجربوا هذا العسل، ناجح 100%. ما يتسكر ما والو، تخبيه عام على حاله ما يديرلكش هذاك التسكار من تحت، ناجح. وش نقول لكم اخوات، ان شاء الله في وصفه اخرى ان شاء الله في رعايه الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.